اللقاء اللي كينعقد اليوم بمقر جامعه سلا في اطار التنسيق بين الكتابه الاقليميه لسلا والكتابه الاقليميه للرباط. هذا الملتقى النسائي اللي حدد شعار ديالو ديال المساهمه النساء في تدبير الشان المحلي. اليوم حنا كحزب العداله والتنميه هذا الشعار هذا فعلا اثبتوا برهان انه الرئيسات ديالنا او الاخوات اللي تحملنا المسؤوليه في اطار تسيير الشان المحلي برهنا على الجداره على الجهود ديالهم وعلى القدره ديالهم على تسيير ديال هذه المؤسسات وهذه المرافق، واثبتنا يعني الجداره ديال العمل ديالهم. فمن هذا المنبر يعني في اطار كمسؤول داخل حزب العداله والتنميه فعلا ينبغي اعطاء المكانه المستحقة للمرأة داخل العمل الحزبي، إن على مستوى الهيئات المجالية وإن على مستوى حتى التمثيلية والاستشارات داخل المجالس الترابية وحتى داخل المؤسسات التشريعية.